راح نجي على الصندوق المركب اللي هو الكومبو بوكس. تجمع القائمة المنسدلة ما بين مزايا صندوق النص وصندوق القائمة. حلو. القائمة المنسدلة اللي هو الكومبو، الكومبو بوكس، يجمع الخواص أو ميزات صندوق النص اللي هو التكست بوكس وصندوق القائمة اللي هو الليست بوكس اللي خدناه هنا. فهو يستخدم لعرض القائمة ويسمح لنا مباشرة بإدخال أو تغيير أي عناصر، كما يتيح إمكانية تغيير قيمة الخاصية تكست أثناء فترة التنفيذ. زين، هسه مميزات القائمة المنسدلة اللي هو الكومبو بوكس عن الليست بوكس. تمام، صارت عندنا اثنين، عندي القائمة المنسدلة وعندي العناصر اللي هي هاي، وينها أهم الأحداث؟ صندوق القائمة اللي هو هذا الليست بوكس، صندوق القائمة. تمام، أهم الفروقات اللي بيناته أنه صندوق العفو القائمة المنسدلة أو الصندوق المركب، الفرق الأول يسمح لنا مباشرة بإدخال أو تغيير أي عنصر، كما يتيح إمكانية تغيير قيمة الخاصية تكست أثناء فترة التنفيذ. زين، وقلنا إحنا الشغلة الأساسية اللي بي إنه هو يجمع المزايا مال صندوق النص وصندوق القائمة. زين، هسا راح نجي، هسا عندنا هذا الليست بوكس اللي هو صندوق القائمة، وهذا كملنا ما عندنا أي مشكلة به. زين، الكومبو بوكس هذا، شوفوا راح أخليه مع تشوفون المقارنة. زين، هسا كيف تعرفون هذا عن هذا؟ أكيد مو من الاسم، كيف راح تعرفوه؟ قائمة منسدلة، شفتوا؟ في قائمة منسدلة تنفتح وهنا عندي خيارات جاهزة بهالطريقة هاي. زين، شنو الفرق بين أنه أنا أستخدم هذا وأستخدم هذا؟ مجرد جمالية للبرنامج. يعني مثلا إذا أنا هسه عطيتكم أسماء الدول كلها بهاي القائمة، كم اسم راح يكون؟ 160 أو 200 وحاجة دولة إحنا عدنا بالعالم. فلازم شنو أسوي؟ هذا الحجم صندوق القائمة أزيده على متظهر لكم الخيارات كلها، وهذا راح يأخذ من واجهة البرنامج، وهذا يعتبر بالتصميم فشي مش كويس. أما صندوق القائمة اللي هو هذا الكومبو بوكس، تمام؟ العفو شنو؟ أي العفو، صندوق المركب، دائما خربط بيناته. صندوق المركب هذا يكون مكانه إذا ضفنا عليه اختيارات راح تصير في القائمة المنسدلة. فإحنا نطرح القائمة، نختار الخيار اللي إحنا نريده ونكمل وخلص. زين، نجي هنا نطبق. زين، هسا أنا عندي هذا الصندوق القائمة، هذا هي يعني الكود البرمجي مالته. زين، أنا أريد هسا الكومبو بوكس، أجي الاسم البرمجي شنو إله؟ نأشر، نختار، نمشي للنيم اللي هو الاسم البرمجي وناخذ كومبو 1. تمام، كومبو 1 دوت اد ايتم، نفس الحاله هم نكتب بغداد. تمام، نضيف مره ثانيه، خلينا نضيف لندن على مود نميزها. عندنا مثلا دابلن، عندنا شنو العواصم؟ كي ال او كوالالمبور. تمام، زين، وعندنا بيجين الصين، وشنو عندنا؟ شو تحبون؟ اوكي، خلينا نكتب سبين. ها، زين، شوفوا هسه احنا استخدمنا نفس الخاصيه اد ايتم اد ايتم، نفسها بالضبط، ماكو اي فرق، بس الفرق يكون انه هو يجمع المزايا اللي هو الخواص صندوق النص صندوق القائمه. زين، والصندوق المركب ينطينا خاصية أنه إحنا ندخل مباشر أو تغيير أي عنصر، كما يتيح إمكانية تغيير قائمة الخاصية تكست أثناء فترة التنفيذ. راح نجي هسه ننفذ البرنامج. هسه صار عندي هذا، هسه بشنو هذا؟ صندوق القائمة، أي أنا أختار اللي أنا أريده، والكومبو بوكس اللي هو صندوق المركب، أضغط هنا تطلع لي الخيارات هاي، أختار كوالالمبور، شوفوا يكتب لي الاختيار اللي فوق اللي أنا اختاريته هنا يظلله، بس لا أكثر ولا أقل. زين، الفقرة المهمة اللي إحنا اتفقنا عليها شنو؟ إنه صندوق المركب اللي هو الكومبو بوكس هذا يسمح لنا إنه إحنا نعدل على الخيارات أثناء تنفيذ البرنامج، أما هنا ما نقدر. يعني شوفوا هسا أنا USA أو إسطنبول أريد أمسحها، إذا أضغط ديليت ما يسوي شيء. زين، هسا أنا أريد أضيف دولة خامسة، كيف أضيف؟ ماكو كل شيء، بس مجرد انه اختار. بالكومبو بوكس اقدر امسح واقدر اضيف، تمام، ومن خلال تنفيذ البرنامج. يعني هسه مباشره، زين،
اقدر اني امسح الخيار لندن مثلا، زين امسح الخيار لندن واضيف اضيف حاجه جديده، اقدر ما عندي مشكله. هنا ما اقدر بس اختار. فهاي الميزه الرئيسيه اللي هي تميز صندوق المركب الكومبو بوكس عن شنو صندوق القائمه. مثلا هسه اني ها عندي كوالالمبور ما اريدها، ها امسحها واني اضيف من عندي، شوفوا، ويصير خيار جديد عندي اضيفه للبرنامج مالتي، تمام بهالطريقه هاي. بالاضافه الى الخيارات الاخرى هنا ما اقدر، شوفوا هسه من اكتب كل شيء ما يصير، ما اقدر. ليش؟ لان صندوق القائمه مقفول، ما اقدر اغير عليه. فهو بالكتاب ذاكر هاي النقاط كفروق اساسيه. زين نجي على الخصائص. تتشابه صفات هذه الاداه مع صفات صندوق القائمه. حلو، نجي على صندوق القائمه. وين الخواص؟ لا 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 لا، هاي كلها موجوده، هاي الخواص هسه كلها موجوده. وين هاي الخواص؟ كلها موجوده ويا الكومبو بوكس، موجوده بي، موجوده في صندوق القائمه وموجوده في صندوق المركب اللي هو الكومبو بوكس. حتى الترتيب السورت ترى موجوده، لا تنسون، تمام. زين لعد شنو يميز، شنو يميز الصندوق المركب عن صندوق القائمه؟ هاي الثلاثه. يقول لك تمشي للخاصيه اللي اسمها ستايل. زين راح نجي نختار الكومبو، خلينا نمسح هذا، تمام، لان احنا راح نركز هسه على الكومبو بس. نجي نختار الكومبو ونمشي للخاصيه اللي اسمها ستايل، حرف اس 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 اس، هذا ستايل هي انا. زين عندي ثلاث خيارات، صفر وواحد واثنين، تمام. راح اجي الصفر شنو معناته؟ اللي هو الدروب داون كومبو. هذه القيمة تجعل الصندوق اللي هو المركب يشبه صندوق النص، وعلى يمينه سهم نحو الأسفل لسرد عناصر الصندوق، وعند اختيار أي عنصر يظهر في الأعلى حيث يمكن تغييره مباشرة بالنقر عليه. وهذا اللي سويناه احنا، من نفذنا واختارنا من القائمة وبعدين مسحنا هذا الخيار، عدلنا عليه وضفنا كلام من عندنا. زين هسه هيا خاصية، إذا كان الستايل يساوي صفر، وين الستايل؟ هذا يساوي صفر، عبارة عن صندوق نص يشبه صندوق النص اللي هو هذا، شوفوا نفسه، بس شنو فرقه بالقائمة المنسدلة؟ هذا السهم للأسفل اللي هو يظهر للقائمة، صندوق النص ما به هذا الشيء. هذا شو وقت؟ عندما يكون الستايل اللي هو قيمته صفر، تمام. عندما يكون واحد هنا يختفي سهم السرد، هذا السهم اللي عندي، لأن عناصر الصندوق تكون ظاهرة ويمكن الاختيار والتغيير، ويجب تكبير حجم الصندوق لإظهار جميع العناصر. حلو، هسه راح أرجعاني أختار الكومبو الصندوق المركب، أمشي للستايل وأختار واحد، تمام، اللي هو السمبل كومبو. شوفوا السهم راح. زين هسه أجي أنفذ. زين هسه يا استاذ لعد وين القائمه راحت؟ اذا السهم راح انا كيف راح افوت للقائمه؟ صح؟ بعد ما اقدر. ها، لذلك هو شنو ذكر لك بالكتاب؟ ويجب تكبير حجم الصندوق. راح اجي شوفوا اختاره اكبر الحجم وبعدين انفذ، راح تظهر الخيارات، ومن اختار يظهر الخيار لفوق واقدر اغيره واضيف عليه نفس كل حاله. زين فهسه انا عندي خطوتين، اذا اختاريت الكومبو واختاريت الستايل وسويتها واحد، تمام، النقطه الاولى سهم السرد راح يختفي، والنقطه الثانيه يجب تكبير حجم الصندوق لاظهار كافه العناصر، تمام لهناية. زين الحاله الاخيره اللي هو اثنين دروب داون ليست يشبه النمط الاول من ناحيه الشكل. النمط الاول وينه؟ هذا معناتها صندوق نص وعندي سهم السرد اللي هو للأسفل، سهم السرد وصندوق النص، ولكنه لا يسمح بالتغيير المباشر، أي أن صندوق النص هنا يتصرف كأنه صندوق قائمة، تمام. زين هسه من أجي راح أرجع حجمه، تمام، وأختار العفو الحالة الثالثة، ها تمام، شوف هو رجع نفسه. من أجي أنفذ هسه هذا الخيار هسه اللي هو الثاني منو يشبه؟ يشبه الخيار الأول، شكل نفس الشيء، سهم السرد نفس الشيء. بالأولى الدروب داون كومبو كنت أقدر أمسح وأدخل خيارات جديدة، من أختار الاختيار الثاني ينقفل يسكر بعد ما أقدر أمسح. هسه راح أجي شوف، راح أختار الثاني
تمام، وانفذ واختار لندن او كوالالمبور، واجي هسه امسحها. ها مثل مسح بعد، خلاص سكر بعد ما ما يسمح للمستخدم انه يدخل خيارات جديده. بينما لو انا ارجع على الستايل واختار صفر، زين عندي مربع نص سهم سرد، اجي انفذ اختار كوالالمبور امسح وادخل مثلا نيو سيتي، شوفوا يقبل الخيارات الجديده. فهذا الفرق بين الصفر والاثنين. الصفر والاثنين متشابهه بكل شيء، بس هنا يقفل، هنا يكون مفتوح التغيير، والواحد حاله جديده. الاحداث الدروب داون والتشينج والدبل كليك. زين الاحداث والطرق اللي احنا اخذناها بالادوات القديمه، يعني هسه هنا دبل كليك، كليك دراج اوفر، اوكي زين. شنو بعد اخذنا احداث؟ تذكروا لي اخذنا الاحداث نفسها اللي هي الازرار الخيارات. زين ازرار الخيارات وينها؟ هاي ريفرش موف كليك فاليو سيت فوكس، هاي كلها عفوا هاي كلها موجوده. زين المشكله اللي راح نواجهها هنايا في الصندوق المركب، الاحداث بها ميزه اضافيه، وهو انه الحدث دروب داون او الحدث تشينج اللي هو التغيير او الدبل كليك بالماوس اللي هي نقرتين سريعه، كل وحده من هاي الاحداث تشتغل مع وحده من هذني. بالمواضيع السابقه كان ما عندنا هذا الشيء، وهي واحدة من ميزات صندوق المركب عن بقية الأدوات، إنه الأحداث اللي موجودة فيه تشتغل أو أدها فد نوع من العلاقة مع الخاصية ستايل. تمام؟ راح نجي نشوفها. الدروب داون وهو يعمل مع القيمتين الأولى والثالثة لخاصية الستايل، يعني هذا الحدث اللي هو الدروب داون، تمام؟ إذا أنا كنت مختار الستايل واحد ما راح يشتغل هذا الحدث، لازم يا إما أختار صفر أو اثنين. تمام؟ شوف يعني صندوق المركب عم يربط الأحداث والطرق مع الخاصية ستايل. زين الحدث دي بي كليك يعمل فقط مع القيمة الأولى للخاصية ستايل، يعني إذا أنا هسه جيت هاي الخاصية الصندوق المركب أجي على الستايل، أنا مختار القائمة الخاص النوع الأول صح؟ اللي هو القيمة الأولى. زين هسه من أنفذ الدبل كليك يشتغل، زين الدبل كليك الحدث يشتغل اللي هو النقرتين السريعة. أما إذا غيرت الستايل، إلى واحد أو إذا غيرته إلى اثنين، تمام ما راح يشتغل. هاي دائما بالصح والخطأ تجي، بالصح والخطأ. ليش؟ لأن هي أو هو صندوق النص، صندوق المركب العفو، بهاي الميزة وتختلف عن كل الأدوات اللي أخذناها من الخيارات وصندوق الخيارات والتحقق والصور وأزرار الأوامر وصندوق النص وأداة العنوان والفريم اللي هو الإطار، كلها هذيك شغالة ما فيها مشكلة، بس الصندوق المركب بهاي الخواص الثلاثة اللي هي تختلف عن البقية، فالرجاء التركيز عليها. أما الطرق clear وأد آيتم وريموف آيتم تشتغل مع كل القيم. تمام؟ يعني إذا كان الستايل عندك صفر أو واحد أو اثنين، العفو واحد منكم تكلم علي، استغفر الله العظيم. زين واحد منكم حكى علي، لو بنات لو ولد. زين هسه عندنا مثل ما تعلمنا انه الطرق اللي موجوده، تمام، الطرق والاحداث العفو اللي موجوده تقسم الى هاي الثلاث انواع، تمام، وكل وحده من عندها مربوطه مع الخاصيه ستايل. اما الطرق اللي هي الكلير والاد ايتم والريموف ايتم تشتغل مع اي وحده من هدول، ما عندك اي مشكله فيها. فهم بالبكالوريا انا شفتها، يا اما يسالك على وحده من هي
تمام، ويغير لك القيم. يعني مثلا يقول لك الحدث تشينج او الطريقه تشينج تعمل فقط مع القيمه الاولى الخاصيه ستايل. غلط، لازم هي القيمه الاولى والقيمه الثانيه، تمام. او شو يسوي او شنو يسوي؟ يسالك على الكلير والاد ايتم والريموف ايتم، ويقول لك تعمل مع القيمه الاولى الخاصيه ستايل او القيمه الاولى والثالثه او القيمه الاولى والثانيه. هو كلها غلط. ليش؟ لان هاي الطرق الثلاثه اللي هي الريموف ايتم والكلير والاد ايتم تعمل مع كل القيم المن للستايل، فعد نهايه وحدها عازلها في جدول، وهي تكون لها غير امور. وبهذا التنفيذ البسيط اللي هو برنامج، اذا تدون اعمل لكم اياه، الكود هنا واضح، جاب الكومبو بوكس نفس ما ضفت ايتمز او ضفت اد ايتم، استخدم ضاف المدن، تمام، وخلى مصراطه والزاويه وغيرها وغيرها. زين، هو عندكم صبراطه؟ اول مره اسمع بيها. عندكم هاي المدينه ولا لا؟ تمام، زين، وسوى في التطبيق بسيط اللي هو نفسه اني اللي عملت لكم اياه. راح نكون وصلنا لنهايه الفصل السابع، الله يحفظكم ويحميكم من كل شر. الدرس اللي بعد هذا، هسه انتم راح تشوفون الحصه وتكملوها، الدرس اللي بعده اريد حل الاسئله، تمام؟ لا تتعبوا نفسكم وتكتبوها بالكراسة، حلوها على الكتاب وصوروا لي اياها الصور ودزوا لي اياها. اللي يريد يحل على الكتاب على راسي من فوق وصحيته، واللي يريد يحل على الكتاب انا ما عندي مشكلة، تمام حبايبي؟ السلام عليكم. شلونكم حبايبي؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا طيبين وبخير وبعافية. اليوم راح نبدي بالفصل السادس. وقلنا الفصل السادس شوية طويل، فلذلك خلينا للأخير. راح نتعرف به على موضوعين مهمة جدا بالأسئلة النهائية أو الشهادة، اللي هي الإجراءات الفرعية السبروتينز، وراح ناخذ الدوال اللي هي الفانكشنز احنا نسميها اللي هي هاي، تمام. وبعدين راح ناخذ مجموعة من الدوال اللي هي دائما تجي على شكل أسئلة صح وخطأ. اليوم راح يكون الدرس عن الإجراءات الفرعية أو السبروتينز. زين، يوضح هذا الفصل كيفية استخدام الدوال والإجراءات الفرعية أو ما يسمى بالروتينات أو السبروتين، فما تعلمناه سابقا هاي كلها قرقة فارغة ما بها أي شيء. زين، لذلك فإن البيسك المرئي غيرها من اللغات تدعم إمكانية كتابة برامج فرعية أو روتينية سبروتينز ودوال وظيفية لحل هذه المشكلة، تمام. يعني هسا احنا عندنا هسا حل، الحل اللي احنا سويناه، ليش البيسك المرئي او اللغات الاخرى تدعم امكانيه كتابه البرامج الفرعيه، تمام، او الروتينات، زين، اللي هي السب روتينز، وعندي الدوال الوظيفيه، ليش تدعم هاي الاثنين؟ السبب انه شنو؟ ولبناء مشروع هذا السبب متكامل، قد نحتاج الى تكرار مجموعه من الجمل لتنفيذ وظيفه معينه في اكثر من موقع، تمام. يعني مثلا انا عندي حساب المعدل لمجموعه من الطلاب، فاني على مود احسب المعدل لازم كل مره اجمع الدرجات بعدين اقسمها على عدد الدرجات على مود يطلع لي المعدل اللي هو الدرجه النهائيه للطالب اللي هي على اساسها يكون تتحدد قبوله بالجامعه. زين، فانا هسه اذا عندي 100 طالب، 100 طالب بالمدرسة، أنا أحتاج عملية الجمع للدرجات 100 مرة، صح ولا غلط؟ فأنا بالبرمجة لكل طالب أحتاج أكرر عملية الجمع أو كتابة الجمع المن لكل طالب. هذا التكرار ينتج عنه ضياع للوقت وصعوبة في التعديل. ليش؟ أنتوا هسه كطلاب عندكم 7 أو 8 مواد دراسية، صح؟ فأنا لازم أجمع الثمان درجات للطالب الأول، بعدين أكرر عملية الجمع للطالب الثاني، وأكرر عملية الجمع للطالب الثالث، وأكرر عملية الجمع للطالب الرابع، إلى أن أخلصكم كلكم، بعدين أقسم الدرجات وأستخرج المعدل النهائي للطلاب. زين، هسه هاي شنو راح ينتج من عدها؟ ينتج من هذا التكرار؟ هو التكرار هذا اللي راح ينتج منه شنو؟ ضياع للوقت، هاي النقطة الأولى، وصعوبة في التعديل، زين، هاي النقطة الثانية. فكلغات البرمجية ومن ضمنها البيسك المرئي حلوا هاي المشكلة عن طريق
استخدام البرامج الفرعية أو الروتينات، هاي النقطة الأولى، تمام، واستخدام الدوال الوظيفية، هاي النقطة الثانية. هاي النقطتين هي حلت هاي المشكلة. زين يا أستاذ شنو صار الفرق؟ ها الفرق اللي صار شنو؟ من آني أكتب إجراء فرعي، من آني أكتب إجراء فرعي أو روتين أو سب روتين أو أكتب فانكشن، أكتب الكود البرمجي أو البرنامج مرة واحدة، وكل ما أحتاج عملية الجمع أستدعي وخلصنا. فشوفوا إن قبل الحل كيف كان يكون، عملية الجمع تكرارها هو يساوي عددكم أنتم طلاب الثالث ثانوي، صح ولا لا؟ لأن أنا أريد عملية الجمع للكل. إذا استخدمت الإجراءات الفرعية أو الدوال اللي هي الفانكشنز، اللي راح يصير شنو؟ راح أكتب عملية الجمع مرة واحدة وأستدعيها على قدر عددكم أنتم الثالث أي وبي بهالطريقة هاي. فشوفوا أنا هسه شنو ريحت نفسي، ليش؟ لأن أنا كتبت البرنامج مرة واحدة، إجوني 10 طلاب في الثالث ثانوي أستدعيها 10 مرات، السنة الجاية عندي 100 طالب ثالث ثانوي أستدعيها 100 مرة، السنة اللي بعدها إجوني 5 طلاب ثالث ثانوي أستدعيها 5 مرات، ما أحتاج لا أكتب ولا أضيف ولا كل شيء أسوي. فهي هاي المشكلة اللي هو التكرار وضياع الوقت وصعوبة في التعديل. إذا إحنا نبني مشاريع كبيرة زين تخلصنا منها عن طريق استخدام البرامج الفرعية أو الروتينية أو استخدام الفانكشنز اللي هي الدوال. فبهاي الحالة رح أني التكرار رح أنساه، مضيعة الوقت راح أنساها، التعديل راح أنساه، كلها راح تكون سهلة علي. ولذلك فإنه من المناسب تقسيم المشروع إلى مجموعة من الإجراءات، طبعا بديهيا كل جزء ينجز وظيفة معينة زين، ويتم تخصيصه ليكون برنامجا فرعيا أو دالة وظيفية، وبالتالي يصبح مشروعك مجموعة من الروتينات والدوال كل منها تؤدي وظيفة معينة. حلو زين، من إجا المفهوم هذا، المفهوم البرمجي اللي هو أنا تقسيم البرنامج إلى برامج فرعية سب روتينز أو دوال وظيفية زين، وأستدعيها عند الحاجة. من ظهر هذا المفهوم البرمجي زين صارت البرامج تكتب بطريقة بسيطة. يعني مثلا إحنا عندنا مشروع، هذا المشروع مثلا خلنا نفرض انه هذا المشروع اللي هو عندنا هي انا، ها هذا المشروع راح نسميه مثلا اي، تمام. هذا المشروع متكون من 5 اجزاء بهالطريقه هاي، تمام زين. هذا الجزء الاول، الثاني، الثالث، الرابع والخامس، تمام. ها نخلي النقاط بهالطريقه. زين، من ظهر هذا المفهوم اللي هو تقسيم البرامج الفرعيه او الروتينيه، البرنامج انقسم الى وحدات صغيره، أنا راح أكتب الجزء الأول على شكل دالة وظيفية، وواحد من عندكم يكتب الجزء الثاني. مثلا الشعبة ألف تكتب الجزء الرابع والخامس، والشعبة باء تكتب الجزء الثاني والثالث. زين هسه احنا شنو سوينا؟ قللنا الوقت، الجهد قسمناه علينا بالتساوي، تمام، وصار المجموع عبارة عن وحدات، كل وحدة من عندها تنجز وظيفة معينة. كل ما نحتاج هذا الجزء نستدعيه. يعني مثلا إذا أنا احتاجيت الجزء الرابع أو الخامس أستدعيه، إذا الشباب هنا يحتاجوا الجزء اللي أنا كتبته هم يستدعوا. وبهذه الطريقة سهلنا عملية كتابة البرنامج، وسهلنا عملية تطوير البرامج، واختصرنا الوقت، وما راح يصير عندنا أي تكرار. ليش؟ لأن سابقا إذا أنا أحتاج الجزء اللي كتبوه الشباب اللي هو الرابع أو الخامس، لازم أنا أخذ الكود البرمجي من عندهم وأرجع أكتبه وين هنا مع هذا الجزء، والخامس أكتبه مع الأول، يلا أقدر أنفذ البرنامج. من إجتي طريقة تقسيم البرامج إلى وظائف أو دوال سب روتين وبرامج فرعية، هاي الأمور تسهلت كلش. زين هسه راح نبدي بالأول. الأول شنو؟ اللي هو الإجراءات الفرعية. الإجراءات الفرعية تعريفها هي برامج مستقلة تؤدي وظيفة معينة، ويمكن استدعائها من البرنامج الرئيسي أو من أي برنامج فرعي. هذا لهناية التعريف. زين طريقة كتابتها، طريقة كتابتها تتذكرون احنا بالمصفوفات كانت عندنا جملة تعريف. بالإجراءات الفرعية والدوال اللي هي الفانكشنز همين نحتاج جملة تعريف. جملة تعريف متكونة من 3 أقسام رئيسية، تمام. الجزء الأول private sub، الجزء الثاني اسم الإجراء الفرعي، والجزء الثالث اللي هي المتغيرات أو المعطيات اللي هي تدخل للبرنامج الفرعي أو الإجراء الفرعي. زين لو نشوف هسه هذا الجدول، عندي سب نيم، يعني شنو معناتها؟ اسم الإجراء الفرعي، حلو، اللي هو هذا، تمام، هذا واحد.
البرايفت سب هاي احنا نكتبها برمجيا، وعندي شوفوا هنايا بارامتر از تايب 1، بارامتر 1 اللي هو المعطى او المتغير الاول، والتايب 1 اللي هو النوع الاول. فهو كاتب هنايا من 1 الى n اللي هو معاملات الاجراء الفرعي، والتايب هو نوع المعاملات اللي هي الداخلة للبرنامج. فصار عندي ثلاث أجزاء أو جزئين، خلينا نقول هذا الجزء هاي إحنا نكتبه بالبرنامج البيسك المرئي، فهو الكتاب ما حاسبه أنه هو من ضمن الأجزاء. الجزء الأول الاسم، الجزء الثاني المتغير، الجزء الثالث نوع المتغير. طبعا هنا بين قوسين نكتب كل المتغيرات الداخلة للبرنامج، احتمال يكون متغير واحد، احتمال خمسة، احتمال ما يكون ولا متغير. هسه راح نجي نتعرف عليها. زين، هسه راح نبدي هنايا اللي هو شويه المفاهيم الجديده يعني بالبرمجه. هاي النقطه الاولى، اعتبروها النقطه الاولى. النقطه الاولى شنو تقول؟ يتم كتابه الاجراء الفرعي في الجزء جنرال الخاص بالنموذج، وبذلك يمكن استدعاء هذا الاجراء الفرعي من اي اداه على النموذج. تمام، هاي النقطه رقم واحد، ويسمى في هذه الحاله بالبرنامج الخاص. تعريف البرنامج الخاص شنو هو؟ عبارة عن إجراء فرعي يكتب في جزء الجنرال الخاص بالنموذج. ليش احنا نكتب الإجراء بالجزء الخاص او العام اللي هو هذا الجنرال اللي هو تابع بالنموذج؟ لان احنا نحتاج نستدعي هاي الدالة او الإجراء اللي احنا كتبناه من اي أداة موجودة على النموذج. زين، هسه لهنا هاي النقطة رقم واحد، الملاحظة رقم واحد. زين، أنا هسه راح أشرح لكم النقطة هاي. زين، راح نجي نفتح برنامج البيسك، راح أخلي الكوماند هاي. زين، هاي الكوماند شنو وظيفتها؟ راح أغير اسمها اللي هي الكابشن وأكتب عليها هلا. زين، أو مثلاً print، ها print one. هاي الكوماند وظيفتها من أضغط عليها، من أضغط عليها بالتنفيذ تطلع على رسالة hello world. زين، ها بهالطريقة. زين، هسه احنا شنو قلنا؟ لازم منا فما فوق كله نستخدم اجراءات اللي هي السبروتينز، بعد ما يصير استخدم دوال اعتياديه. لو نرجع على الكتاب، الملاحظه الاولى اللي قلنا عليها لازم نكتبها بالجزء الجنرال العام الخاص بالنموذج اللي هو الفورم. حلو، زين، هسه انا جيت هنايا، هسه وين الجزء العام؟ الجزء العام وين؟ هسه انا هنايا مكتوب كوماند 1، كوماند 1 اللي هي الكوماند هاي، شوفوها كوماند 1. زين، شوفوا، انقروا نقرتين هنايا، بعدين على القائمة المنسدلة نختار جنرال. فشوفوا انفتحنا مقطع جديد، انفتحنا هذا المقطع الجديد اللي هو الجزء العام الخاص بالنموذج فورم 1. هذا هسه، هذا اللي انفتحنا السطر الجديد الأبيض هو الجزء العام الخاص بالنموذج فورم 1. زين، هسا أنا راح أجي أكتب الدالة. قلنا الخطوة الأولى شنو؟ تبدي private sub. private sub. زين، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية قلنا شنو لازم؟ اسم الدالة. اسم الدالة أنا راح أسميها print underscore msg. زين، وأخلي هاي القوسين، أضغط انتر. زين، شوفوا هسا هذا الجزء شنو هو؟ الجزء العام الخاص بالنموذج الأول. تمام، وهذا الجزء المن، شوفوا من أضغط عليه تتغير تصير كوماند 1 اللي هي تابعة للكوماند اللي هو زر الأوامر هذا. شوفوا أنقر هنا صار جنرال اللي هو الجزء العام، أجي هنا الكوماند الأول. زين، هسا وظيفة هاي الدالة شو تسوي؟ تطبع رسالة. زين، على مود أطبع الرسالة أنا أحتاج إلى دالة يعني تستقبل متغيرات، صح؟ فرح أعرف متغير. زين، الرسالة إحنا بطبيعة الحال شلون نسويها؟ تكون على شكل رسالة نصية اللي هي الأحرف، صح؟ يعني حروف، مثلا هلو، أهلا وسهلا، هاو ار يو إلى آخره. فلازم أعرف متغير من نوع سلسلة حرفية، فرح أعرف S as string اللي هو هذا. زين، بعدين اجي داخل اكتب برنت الاس، انتهى البرنامج. شوفوا هسه انا كتبته مره واحده. زين، هسه اجي هنايا الكوماند الاولى، هسه كملت الاجراء اللي هو بالجزء العام للنموذج الاول، كملت كتابه الاجراء. زين، هاي النقطه الاولى كملناها.
هسه شنو صار عندي هسه؟ هسه هذا الإجراء يسموه البرنامج الخاص واسمه برنت ام اس جي. ليش احنا سميناه بالبرنامج الخاص؟ لان احنا كتبناه بالجزء العام الجنرال الخاص بالنموذج اللي هو هذا النموذج الاول. هسه هاي الملاحظه الاولى. زين، الملاحظه الثانيه شنو تقول؟ اما في حاله الرغبه في استدعاء الإجراء الفرعي من أي نموذج آخر في البرنامج فيجب كتابته في الجزء موديول. زين، هسا احنا الخطوة الأولى أو الملاحظة الأولى، ليش كتبنا الإجراء الفرعي في الجزء العام اللي هو الجنرال التابع للنموذج؟ لأن احنا نريد كل أداة موجودة على النموذج الأول هي تقدر تستدعي باستطاعتها تستدعي هذا الإجراء. زين، مثلا هسه راح نرجع هنايا. هسه أنا كم أداة عندي على النموذج؟ وحدة. راح أخلي الأداة الثانية وأسميها print 3. زين، وراح أخلي الأداة الثالثة print 2 print 3. تمام، ها، وهاي print 2. زين، هاي تكون هنا، تمام، وهاي تجي هنا هيكي، ها، وهاي هنا. حلو. زين، هسه انا كم أداة عندي؟ واحدة، اثنين، ثلاثة. زين، بما انه انا كتبت هذا الإجراء الفرعي بالجزء العام اللي هو الجنرال الخاص بالنموذج الأول، تمام، اذا الأداة الأولى والأداة الثانية والأداة الثالثة تقدر تستخدم هذا الإجراء. راح أعيدها. بما أنه أنا كتبت هذا الإجراء اللي هو print message في الجزء العام التابع للنموذج الأول، فإن كل الأدوات الموجودة على هذا النموذج ممكن تستدعي أو تستخدم هذا البرنامج أو هذا الإجراء الفرعي. زين، إذا أنا كتبت الجزء العام، زين، الخاص بالنموذج الأول، بالكتاب شنو يقول اللي هي الملاحظة الثانية؟ الملاحظة الثانية تقول إنه إذا أنت ردت الإجراء الفرعي أو الدالة تكون معلنة لكل النماذج يجب أن تكتبها في جزء الموديول. هسا الخطوة الأولى، إحنا كتبنا الإجراء على مود يكون معلن لكافة الدوال في النموذج الواحد فقط. زين، إذا أنا أريد أعلن هذا البرنامج الفرعي أو الإجراء الفرعي لكل الأدوات ولكل النماذج، شنو أسوي؟ زين، راح نجي هسا، راح أضيف لكم نموذج، راح نجي هنا يا add form. زين، ها، هذا الفورم الثاني، وجينا هنا يا حطينا هذا الفورم اللي هو الفورم الثالث. زين، هسه انا كم فورم عندي صارت عندي 3 نماذج. زين، هسه الاجراء اللي انا كتبته اللي هو هذا اريده يكون معلن لكل الادوات ولكل النماذج، كيف اكتبه؟ زين، راح نجي حسب الكتاب شنو قال. يجب كتابه هذا الاجراء في جزء الموديول. زين، الموديول احنا ما موجود عندنا موديول. زين، عندنا طريقتين على مود ننفذ هذا الشيء. يا اما نضيف موديول من هنايا، نجي نضغط اد، بعدين نختار العفو اد موديول، هاي شوفوها، او شو نسوي؟ نمشي لقائمه البروجكت ونختار اد موديول. زين، راح نضيف موديول اللي هو هذا. زين، فتحناه، شوفوا هسه هذا الموديول، هذا همين هو الجزء العام. راح اخلي الكود البرمجي، راح اجيبه هسه من هنايا، تمام، واعمل له كات. زين، واسكر هذا وامشي للموديول واخليه هنا. زين، هسه الاجراء الفرعي اللي هو السبروتين اسمه برنت مسج. زين، هسه هذا البرنامج او هذا البرنامج الصغير اللي كتبناه هو متاح لمن؟ للنموذج الاول والنموذج الثاني والنموذج الثالث وكل الأدوات اللي موجودة في الأول والثاني والثالث. زين، فشوفوا كيف احنا عم نصدر كتابة مقطع صغير إلى كافة أنحاء البرنامج.
زين، هسه تعلمنا الطريقة الأولى، نستخدم طريقة الجنرال على مود نتيح البرنامج المكتوب لكل الأدوات اللي تابعة للنموذج الواحد، وقلنا نستخدم الجزء موديول اللي هو هذا على مود نتيح كتابة إجراء فرعي مرة واحدة ويكون متاح لكل الأدوات على كل النماذج. افتهموها طريقة مشاركة اللي احنا نسميها الشيرينج، يعني أنا أكتب برنامج أو إجراء فرعي مرة واحدة وأعمل له شيرينج مشاركة مع كل النماذج وكل الأدوات. إذا أنا أريد الأدوات اللي موجودة في نموذج واحد أستخدم طريقة الجنرال، وإذا أريد أعمل له شيرينج أو مشاركة مع كل النماذج وكل الأدوات أستخدم طريقة الموديول. هسه هاي الملاحظة الثانية، وما ننسى الملاحظة الثانية. الجزء الأول هو استخدام الموديول، الجزء الثاني يجب كتابة كلمة public قبل استخدام أو قبل اسم الإجراء الفرعي. هسه راح نجي نكمل. وين الموديول هذا؟ أنا شنو كاتب؟ شوفوا، كاتب private sub اللي هو نفس التعريف، نفس التعريف بعدنا احنا ملتزمين. فبالحالة اللي احنا نريد نشيره ونعمل عام لكل الأدوات وكل النماذج، لازم كلمة private ننحيها ونكتب كلمة public اللي هو جزء عام راح يصير معلن أو مشير مع الكل. هاي الملاحظتين زين، اللي هي الجزء العام والشي اسمه، دائما هما طبعا تجي بالامتحانات يسألون عنها. تمام، هسه راح نجي نمسح النماذج ونرجع للشي اسمه حفظ هنا ريموف. تمام، راح نرجع للنموذج الأول، وهاي راح نجي للجزء العام. تمام، ونضيف الكود مالتنا القديم ونرجع للحالة القديمة. زين، هسه عرفنا انه احنا بالجزء العام إذا نريد نشارك الإجراء الفرعي مع الأدوات اللي موجودة على نفس النموذج نخليه بالجنرال وهو يشير البيسك المرئي، هو يعرف الشيرينج ويدير شيرينج ما عندي مشكلة. وإذا أريد أدير عملية مشاركة لكل النماذج وكل الأدوات لازم أخليه في الجزء موديول، هاي النقطة رقم واحدة. والنقطة رقم اثنين، لازم أبدي بكلمة public ما يصير أبقي private. زين، الملاحظة هنا شنو تقول؟